شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في نظرية شورى الفقهاء أو شورى الفقهاء المراجع، وقد ذكرنا في المدخل أن الأفكار الجديدة أو الأفكار التي يظنها المجتمع جديدتان تواجه عادة بالرفض، أو على الأقل تواجه بالتحفظ، وذلك لعوامل ثلاثة. العامل الأول اختلاف المواهب، والعامل الثاني اختلاف الأهواء، والعامل الثالث اختلاف الاستجابات النفسية والجسدية. بعد هذا المدخل نبدأ بالحديث بشكل مختصر جدا حول هذه الفكرة، ونتحدث بإذن الله تعالى حول ذلك في فصول. الفصل الأول المبررات الشرعية، الفصل الثاني المبررات الموضوعية، الفصل الثالث صيغة التنفيذ، الفصل الرابع التجارب التاريخية. أما البحث الأول وهو المبررات الشرعية لهذه النظرية،
فيمكن أن تبين من خلال النقاط النقطة الأولى من النادر تاريخيا وربما يكون معدوما أن تتفق جميع الفئات الاجتماعية على مرجعية واحدة. لأن المباني مختلفة والتوجهات مختلفة، ومع اختلاف المباني أو اختلاف التوجهات يكون من المحال عادة أو من النادر عادة أن يتفق الجميع على مرجعية واحدة. حتى في عهد المجدد الكبير رحمة الله عليه، مع أنه كان المرجع الأعلى في ذلك الوقت وقاد قضية التنباك، يعني كان مرجعا دينيا وكان مرجعا سياسيا في نفس الوقت، مع ذلك كانت في عرض المجدد الكبير مرجعيات أخرى. كان هنالك عالم في عرض المجدد الكبير وهو من تلاميذ الشيخ، وكان ذلك العالم يعتقد أنه أعلم من المجدد. كان يقول إن الشيخ وإن كان بيده اللواء لكنني أعلم منه، وكان جماعة يقلدون هذا العالم في ذلك الوقت. في عهد صاحب الكفاية رحمة الله عليه كانت له المرجعية العامة، ولكن في ذات الوقت كان في عرضه مرجع آخر، وذلك المرجع هو صاحب العروة. جماعة كانوا يعتقدون أن صاحب الكفاية هو الأعلم، وجماعة كانوا يعتقدون بأن صاحب العروة هو الأعلم. اختلاف في المباني أو اختلاف في التشخيصات، وحتى في هذا اليوم، هذا مثال لاختلاف المباني واختلاف التشخيصات. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه معروف الآن هو المحور في الحوزات العلمية في الفقه والأصول. من هو الأعلم منهما؟ هل الشيخ هو الأعلم أو صاحب الجواهر هو الأعلم؟ الشيخ مع أنه معروف بعلميته ودقته، ولكن مع ذلك جماعة يعتقدون بأن صاحب الجواهر هو الأعلى. الشيخ وإن كان أدق، ولكن جماعة يعتقدون أن صاحب الجواهر كان أفقه،
وملاك الأفقهية والأعلمية. الأفقهية لا الدقة أو الأدقية. السيد البروجردي رحمة الله عليه ينقل عنه هذا الكلام أنه شيخ محققه، وأما فقيه صاحب جواهر. الشيخ مدقق ومحقق، ولكن الفقيه هو صاحب الجواهر، مع أنه واحد إذا يطالع الجواهر ويطالع كتب الشيخ يرى الفرق الكبير فيما بينهما. دقة الشيخ لا يقارن بها دقة صاحب الجواهر. في عهد السيد أبو الحسن الإصفهاني كان هنالك ثلاثة من أساطين الأصول، اللي الأصول الآن يدور حول هؤلاء الأساطين الثلاثة: المحقق الإصفهاني، والشيخ آغا ضياء الدين العراقي، والمحقق النائني. مع دقتهم بالذات المحقق الإصفهاني الميلاني كان يقول: أدق ذهن، الميلاني اللي كان في مشهد، أدق ذهن يمر على الصراط ذهن المحقق الإصفهاني من دقته وعمقه. واحد من المشكل جدا أن يفهم كلامه، فكيف أن ينتقد مبانيه؟ ولكن مع ذلك جماعة كانوا يعتقدون بأن السيد أبو الحسن الأصفهاني أعلم من هؤلاء الثلاثة جميعا. فالمباني مختلفة، التشخيصات مختلفة، كما يختلف الناس في بقية أهل الفن. الآن من هو أفضل الأطباء في قوم؟ اطرحوا هذا السؤال على المجتمع، المجتمع يختلف في ذلك. لا توجد هنالك إجابة موحدة على هذا السؤال. من هو أفضل الكتاب؟ الإجابات تختلف. ما هي أفضل التفاسير؟ تسأل واحد يقول أفضل التفاسير التفسير الكذائي، وواحد آخر من كبار الخطباء كان يقول التفسير الكذائي كلام جرائد ولا قيمة له. تشخيص يختلف، يعني مو دائما يوجد هنالك عناد مع الحقيقة. التشخيصات تختلف، المباني تختلف. العلامة الحلي أكو هنالك نظر متطرف أنه ما كان مجتهدا، ما كان مجتهد، وأكو هنالك نظر أنه أفقه فقهاء الشيعة على الإطلاق. نظران مختلفان. بعض المراجع كانوا يعتقدون بأن أعلم العلماء من الأولين والآخرين هو الشيخ الأنصاري، كاتبين هذا في كتابه. وأكو هنالك تشكيك من قبل بعض الأفراد في اجتهاد الشيخ الأنصاري، أنه كان مجتهدا أو لم يكن مجتهدا. وأكو كتاب مكتوب ضد الشيخ الأنصاري: السيف المنتظى لقتل الشيخ المرتضى. منتظى يعني مشهر من غلافه. فالتشخيصات تختلف، المباني تختلف،
ولذلك إما من المعدوم تاريخيا أو من النادر جدا من الناحية التاريخية اتفاق جميع الفئات والطبقات الاجتماعية على مرجعية واحدة. هذه نقطة. النقطة الثانية الخارطة الجغرافية لا تتطابق عادة مع الخارطة التقليدية. وإنما هنالك تداخل فيما بين الخارطتين التقليدية والجغرافية. يعني مرجع في العراق، في النقطة الأولى ذكرنا تعدد المرجعيات، مرجع في العراق يقلده من في العراق فقط؟ لا، يقلده من في إيران، ومرجع في إيران يقلده من في العراق. يعني ماكو هنالك تباين، نقول المرجع الذي في العراق يقلده العراقيون فقط، فالدائرة التقليدية متطابقة مع الدائرة الجغرافية، والمرجع الذي في إيران يقلده من في إيران فقط. لا، بعض الإيرانيين يقلدون المرجع الذي في العراق، وبعض العراقيين يقلدون المرجع الذي في إيران، فهنالك تداخل فيما بين الدوائر التقليدية والدوائر الجغرافية. هذه النقطة الثانية وهي واضحة. النقطة الثالثة وهي المحورية، أن الفقيه له ثلاث إضافات. الإضافة الأولى إضافته إلى حوزته التقليدية. الإضافة الثانية إضافته إلى الفقهاء الآخرين. الإضافة الثالثة إضافته إلى مقلدي الفقهاء الآخرين. هذه النقطة المحورية في هذا البحث. الإضافة الأولى يعني النسبة الأولى نسبته إلى حوزته التقليدي. المرجع نافذ الكلمة في هذه الحوزة التقليدية. يعني عندما يقول، عندما يفتي، يجب على من تضمه هذه الحوزة التقليدية أن يتبع كلامه. ولكن هل له ولاية على الفقيه الآخر؟ عنده ولاية على الفقهاء الآخرين؟ طبعا كلا، الفقهاء كلهم في عرض واحد، كلهم نواب الإمام صلوات الله عليه، فكيف تكون لأحدهم ولاية على الثاني؟ يعني يتمكن فقيه أن يفرض على الفقيه الثاني أن يذهب إلى الحرب مثلا؟ ما يتمكن. كما أن طبيبان يتمكن يفرض على طبيب آخر نظره الطبي، يقول كما أنت مجتهدون في الطب أنا أيضا مجتهد بالطب، كيف يفرض رأيه على الطبيب الآخر؟ ما يتمكن. بل بعض الفقهاء ذكروا في كتاب البيع أنه من المحال جعل الولاية من فقيه على فقيه آخر، هذا محال. النسبة الثالثة نسبة الفقيه إلى الحوزة التقليدية للفقيه الآخر.
عند ولاية على تلك الحوزة وعلى تلك الدائرة أيضا كلا، لأن الحوزة الثانية لم تلتزم فيما بينها وبين الله بتقليد الفقيه الأول. هنالك فقيهان ألف وباء، أنا التزمت فرضا بتقليد الفقيه الأول، الفقيه الثاني كلمته نافذة علي؟ لا، مو نافذة علي، الكلمة غير نافذة لأني لم ألتزم شرعيا بتقليده، بل ربما لا أعتقد بجواز تقليده، لأنه مثلا أعتقد بأن تقليد الأعلم واجب، وأعتقد أن هذا الفقيه ليس هو الأعلى. يعني أعتقد أن من الناحية الشرعية تقليده غير جائز وغير مبرئ للذمة، فهل يتمكن أن يفرض رأيه عليه؟ طبعا كلا. ولذلك الفقهاء يقولون إذا واحد مقلد لمجتهد ثاني، أنتم في نظركم أن هذا منكر، مثلا اقتناء أواني الذهب والفضة في نظركم منكر، اقتناء مو الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة، يعني واحد يأخذ آنية الذهب والفضة يضعها في بيتي، أنتم في نظركم منكر، لكن الطرف الثاني الفقيه الثاني أو مقلد الفقيه الثاني يعتقد أن الاقتناء لا إشكال فيه، هل يجب عليكم النهي عن المنكر؟ لا، لم يعتقد أنه منكر. هل يحق لكم أن تأخذوا هذه الآنية وتحطموها؟ لا، ما لكم حق، هو ما يعتقد بذلك، هو يعتقد أنه حلال ما بيشكال. وكذلك أنتم تعتقدون أن الكشمش إذا غلا حرم، كالمحقق القمي مثلاً، بينما صاحب الرياض يعتقد بأن الكشمش إذا غلا لم يحرم، المحقق القمي يتمكن أن ينهى صاحب الرياض عن أكل الكشمش المغلي، ميت، يقول أنا في نظري حلال وأنا نظري حجة لأنه ما أدى إليه اجتهادي. فإذا اتضحت هذه النقاط الثلاث نأتي إلى ما نحن فيه. إذا كان الحكم بيد الفقيه الواحد، الفقيه الواحد رأيه حجة على مقلديه فقط، يعني فقيه حاكم في العراق مثلا، كم واحد يقلد في العراق؟ مثلا يقلده 10 الشعب العراقي، نظره حجة فقط إلى 10 الشعب العراقي، احنا ما عندنا فقيه اللي يقلده كل هذا الشعب حتى نقول رأيه حجة على هذه الخارطة الجغرافية، ماكو هالشكل. في العراق اكو 10 مراجع، فعندما يقول أيها الناس تجب عليكم الحرب، الفقهاء الآخرين رأي هذا الفقيه لا يكون حجة، يقول أيها الفقهاء اذهبوا إلى الجبهات، يقولون هذا مو نظرنا، نظرنا أن الحرب محرمة على، يتمكن يفرض عليهم؟ ما يتمكن. يتمكن يفرض رأي على مقلدي الفقهاء الآخرين؟ ما يتمكن، لأن مقلدي الفقهاء الآخرين لم يجعلوا رأي هذا الفقيه حجة فيما بينه وبين الله تعالى. ففقيه إذن يكون حاكم ورأيه منافذ إلا على 10 الشعب فقط، هذا الفقيه يفشل في الإدارة، صحيح لو لا؟ عندما الناس ما اتبعوا كلام الفقيه الحاكم في الحار، في السلم، في المعاهدات الدولية، في قانون الضرائب، مثلا يفرض قانون الضرائب والناس لا يعتقدون بهذا الفقيه، يعني غير مقلدي،
بأي مناسبة يعطي هذه الضريبة؟ الفقيه يقول واجب عليكم أن تدفعوا الضرائب. الناس يقولون له نحن لا نقلدك فلا ندفع الضرائب إلا بمقدار الضغط والقهر والإرهاب، يعني إلا إذا بالقوة يجي يأخذ الناس ويسوقهم إلى الجبهات. نعم بهذا المقدار، والقوة محدودة الأثار. الفلاسفة عندهم قاعدة القسر لا يدوم، وعندهم قاعدة ثانية القسر لا يكون دائما ولا أغلبية. القسر حالة نادرة لا يكون دائما ولا يكون أغلبية، بمجرد ما ترتفع هذه القوة الضاغطة يعود الشيء إلى طبيعته الأولية. فكيف نحل هذه المشكلة؟ مشكلة أنه لا ولاية للفقيه على الفقهاء الآخرين، ومشكلة أنه لا ولاية للفقيه على الحوزة التقليدية للفقهاء الآخرين. فيما يبدو لا يوجد هنالك حل إلا شورى المراجع. في العراق مثلا الشعب العراقي يقلد 10 مراجع، هؤلاء العلماء يجتمعون ويقررون القضايا العامة، قضايا الطهارة والنجاسة والصلاة والقبلة، كل فرد يرجع إلى مقلده. ولكن في القضايا العامة التي ترتبط بمجموع الأمة مثل قضايا الحرب والسلم والمعاهدات الدولية والضرائب والأحكام الثانوية وما أشبه ذلك، الفقهاء المراجع يجتمعون ويقررون هذه الأمور مجتمعين. هذا يبدو هو الحل الوحيد لهذه المعضلة. وإذا كان عندكم حل آخر فتفضلوا بذلك الحل الآخر. هذا بيان إجمالي مقتضب للمبررات الشرعية لهذه النظرية، ونكمل الحديث إن شاء الله فيما بعد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب الكنز. علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.